اصلا يعني انت كما تعلم علماء الشيعة لا يعرفون شيئا من القرآن، اليس كذلك؟ هل علماء الشيعة يحفظون القرآن؟ ليش ما يحفظونه؟ يعني انتوا العلماء الشيعة احنا ترى، اطفال. لا لا لا، سواء سواء، انت ترى علماء الشيعة يحفظون القرآن؟ اذكر لي مرجع حفظ القرآن. بيتألف مرجع، ما تبحث شو يسوي لك؟ جميل، 100,000، هات لي واحد منهم، همك هات لي انت واحد هسه منهم، هات لي واحد منهم من 100,000 حافظ شيخنا للقرآن، هات لي واحد من 100,000 حافظ للقرآن. شيخنا انت عندك كومه لا مش عايز كومة، هات لي واحد. اجل انت طيب كسستاني. جميل، السيستاني، أتحداك الآن هات لي قراءة للسيستاني من القرآن، تفضل. عرفت انت أنك ما هو ما عدي اروح للنجف، اروح للنجف وقل اقرا لي، افتح اقرا لك. ايه، طب وانت ليه ما تقولوش تقرا لك؟ ده دلع اهم من امامك الهارب، ضيفنا الشيعي المحترم اللي عايز تتسنن. انت عارف انت هتتسنن ليه وانا اقول لك والله تسنن؟ لان امامك الهارب لم يترك لكم كتاب واحد، والسيستاني عنده الرساله العمليه للسيستاني، فدلوقتي امام هربان وترك لكم الرساله العمليه للسيستاني، فايهما افضل؟ رساله العمليه للسيستاني استفدت منها اكتر من امامك الهارب. لقد أبديت يا رامي العجائب، وبينت الحقيقة والمصائب، وما قال المعمم غير قول، فأخفى الحق إذ أبدى الشوائب.